بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل بمشيئة الله تعالى من حيث انتهينا في قراءة فتح المغيث شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي. لكن قبل أن نبدأ من حيث انتهينا، هو فيه نقطة، إنه الشيخ السخاوي نقل التعريفات اللي وردت على لسان العلماء للحديث الحسن، وذكر فيما سبق إن ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وفي كتاب العلل المتناهية، لقيته المكان قبلها بورقة أو بصفحة، أيوة، قال في تصنيفه الموضوعات والعلل المتناهية، خلاص لقيتوها؟ اللي هو بيراجع يعني أو يوثق النقول، يجد إن الكلام ده مش موجود في العلل المتناهية، هو موجود في الموضوعات فقط. ومش عارف أنا الشيخ الخضير أشار لذلك ولا لا. إحنا كنا نتمنى إن هو الشيخ السخاوي ينقل اللي في العلل المتناهية، لأنه اللي في العلل المتناهية أنسب وأبعد عن الإشكال. بس ده زي ما بقول لكم، إنه هو لما ناس بتلاقي عالم نقل من موضع، يفضلوا هم يدقوا على الموضع ده سواء كان فيه أفضل منه ولا لا. فلو هو رجع للعلل المتناهية كان هيلاقي إن عبارة ابن الجوزي هكذا في المقدمة، لما كانت الأحاديث تنقسم إلى صحيح لا شك فيه وحسن لا بأس به وموضوع مقطوع بكذب. فعبارة حسن لا بأس به مظبطة تمام على اللفظة النقدية اللي هي تساوي مرتبة الحسن، وما كانش هيبقى فيها إشكال ولا أي حاجة ولا كلام من ده. وكان بعد ما يقول كده يقول لكنه في الموضوعات قال كذا، وممكن بقى إيه تفسير قريب محتمل على ضوء كلمة اللي في العلل حسن لا بأس به. لأن احنا مشكلتنا زي ما قلت لحضراتكم، ما هي الألفاظ النقدية التي إذا وصف الراوي بها كان حديثه حسنا؟ وأن دي معركة طبعا إيه موجودة، وسببها عدم ربط الحسن بألفاظ نقدية يوصف بها الراوي في كلام ابن أبي حاتم. فأفضل ما في العلل المتناهية. لكن طب امال السخاوي ما جابوش ليه؟ قال هو شاف ناس عملت كده، فهم مش كل واحد بيراجع كل المادة العلمية اللي هو بيشتغلها سواء يعول على غيره، والتعويل ده بيبقى له الأثر ده. فمن الأفضل لو الناس يعني بتعيد القراءة انه نقول ابن الجوزي في العلل المتناهية قال كده، انه الاحاديث تنقسم الى صحيح لا شك فيه وحسن لا بأس به، فتصبح حكاية لا بأس به لفظة نقدية انزل من الثقة واعلى من الضعيف، وهي اللي كلهم هيتفقوا في النهاية على أن هي دي مرتبة الحسن.
وكنا خرجنا من خلصنا من حكاية قريب محتمل دي، وإن هو مقدار الاحتمال ما تحددش وكلام من ده. وده برضو اللي يعرفك إنك لما تقرأ كتاب في المصطلح تعمل حسابك إن هو ما ادكش كل حاجة محددة تغنيك عن إنك أنت يبقى لك مراجعات خاصة تعرض لك المادة المصطلحية بطريقة أقرب إلى التطبيق وأبعد من الخلافات اللي امتلأت بها كتب المصطلح لدرجة أما ما يلاقوهاش حل يقول لك ده مقصود بها المعنى اللغوي. إزاي معنى لغوي وإحنا بنكتب بنشتغل في حديث نحط معنى لغوي إزاي؟ إحنا متفقين إن كتب المصطلح يتحط فيها ألفاظ لغوية بس كلها تفتقر إلى تعريف اصطلاحي، لكن نلف ده كله في النهاية نبقى معنى لغوي الحسن اللغوي ما يجيش. قرائن يعني السياق ما تفيدش هذا، لكن هم لو الناس بيقولوا المعنى اللغوي قال لك المعنى اللغوي وخلاص. بس دي اللي أنا قصدتها، وهنرجع مرة تانية إلى إيه؟ إلى ما كنا واقفين عنده اللي هو هيقوله الشيخ سعيد دلوقتي. نسيت أقول لحضراتكم إن المثالين اللي هو الشيخ سعيد غششهمني إن هو الخطابي استعملهم أو حكم بيهم على الأحاديث في المعالم اللي هو ذكر فيها تعريف الحسن ده، فلقيت مثال منهم على حديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وده يفيد أولا إن هو المقصود الحسن لذاته، ثانيا إن هو يتفق مع اصطلاح المتأخرين كالإمام الذهبي المذكر في الموقظة إن أعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. فأصبح يعني إيه في تواصل أو التقاء، خاصة وإن إحنا في مكان بنحتاج فيه إلى إن المصطلح على ما في كتب الحديث مستمر، ولا كل يوم هنهزه ويقول لك المتقدمين قالوا والمتأخرين قالوا، وهو لا أرى للمتقدمين ولا أرى للمتأخرين. أقصد يعني قراية فاهم، شخص فاهم، لا هو أرى للمتقدمين من خلال اللي بيكتبوا عن المتقدمين، بحيث يقولوا له ده الإمام أحمد قال المنكر أبدا منكر، هو آخر يقول المنكر أبدا منكر، يقولوا له العلة لا تكون إلا في أحاديث الثقات، هو آخر يقول العلة لا تكون إلا في أحاديث الثقات. بس ليه؟ لأن هو نفسه ما أراش. ولذلك واحد يجي يسألني أقرأ إيه في المصطلح الأول؟ اقرأ أي كتاب مختصر واعرف إنك أنت هو اداك فكرة، لكن امسكوا الكتب نفسها اللي بتحكم. يقوم محدش بعد كده يقدر يلف دماغك. تيجي تقول يا أخي راجل مشهور زي ده ويقول كلام وإحنا ما نمشيش وراه. هو الراجل المشهور دوت زيه زيك تماما، كل اللي فيه إن هو لقي نفسه إن محدش بيعلمه. محدش بيعلمه متمكن. فبدأ يعلم نفسه حاجة أنت ما وصلت لهاش. وأنا بقول كده ومعظم اللي كاتبين هم أصدقائي وحبايبي وكده وبيننا وبينهم تواصل، لكن هي دي الحقيقة. إن أنت يبقى لك قراءة أنت خاصة. يقول لك ده اللي بيقول لك شيخ كتابي مش عارف إيه، طب ما إحنا كما شيخ قدامكم أهو، أنا عشان أجي الساعة اللي أعدها دي الله أعلم ماذا أجلت وماذا عملت حتى أتخوزق قدامكم كده، وساعة برضو ما بتكفيش. بينما أنت لما تجيب كتاب وتقراه إن طلعت حتى بالربع تبقى كسبت، وكسبت أيضا إن يبقى عندك حاجة مرجعية ما تحولش على كلام شيخ. لأن أنا قلت لكم قبل كده الشيخ طحان الله يكرمه لما قال للطالب في المناقشة ساعة ما روحت أنا الرياض
ان انا اتحداك تجيب لي نص على ان الصدوق حديثه حسن. ما قدرش الولد يجيب له. قال له ده سيدنا الشيخ امين المصري، الشيخ امين المصري ده كان بيدي دروس في الحرم المدني، هو اللي قال الصدوق حديثه حسن. ليه طيب وهو موجود في الكتب؟ هو مش عايز يقرا الكتب. يقول لك اما نسمع من المشايخ الزبد. ما هي الزبد ما تمنعش، لانك قد تلتفت انت الى شيء ولا الف شيخ من المشايخ مع احترامنا وصل له، وبكده انت بتستقلش نفسك. لكن ايضا ما تفتريش، لان هي دي بتبقى المشكله. غرور العلم دايما يغلب كثير من الايه المبتدئين، يعني خلاص ان هو عدى الايه امبارح انا سمعت مناظره اسلام بحيري، فبيقول انه كلهم انا جبت حاجات جديده. ايه اللي جبته يا فلان؟ قال انا جبت قضيه عكرمه دي ان هو كذاب. احنا كنا عاملين مؤتمر هنا، طبعا دي جايه من اوروبا، حكايه تكذيب عكرمه جايه من اوروبا، وهو درس خد ماجستير في اوروبا، وهم اللي مسحوا بخ. احنا جبنا في مؤتمر الشؤون الاسلاميه هنا السنه قبل قبل سنتين قبل حكاية الثورات دي، ست أنا عارفها يعني من المسلمات المشتغلات بالدراسات الإسلامية في أوروبا، تقريبا في ألمانيا أنا ناسي اسمها، برضو لما اتكلمت عن المرأة جابت حكاية إن عكرمة، وتقول بقى مش عكرمة، تقول عكرمة ده هو السبب. فهو جاي يقول في البتاع ده أنا جبت عكرمة وكلهم ما جابوش. انت يا ابني ملقن، ست نفسها قالتها قبلي وجابها من اوروبا، مش جايبها من هنا، وما هو الصح اللي انت بتقوله عن عكرمة. فكل واحد جاب كلمه يقول لك انا جبت الجديد. ليه؟ لان احنا اصلا ما لناش اطلاع، فنبقى زي الكمبيوتر ما عرفتوش على الحاجه ما يشوفهاش. اتفضل يا عم الشيخ. يا رب يا رب، اللهم آمين. قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: وزاد أئمة الصلاة في كتاب في كل منهما، يعني في التعريف، زاد في التعريف، لأنه هو لا الخطابي ولا ابن الجوزي ولا كده قالوا حكاية من غير شذوذ ولا علم، فلذلك يعتبر إيه هو اللي أدخلها إيه على التعريف. ايوه، يعني ما فيش فيه ايه شذوذ ولا نكاره ولا اعلال. وطبعا ايه الاعلال لو قلنا انه على الاطلاق هيدخلوا فيه دول، لكن هم كل اللي ذكروا كلمه الشذوذ سببها او حرصهم عليها ان الشاذ على لسان الكثيرين هو روايه شخص ثقه، فبيبقى الحديث اسناده كلهم ثقات، ومعنى كده انه هينطبق عليه انه متصل الاسناد بروايه الثقات ثقه عن ثقه، فيبقى كده تحقق جزء كبير جدا من تعريف ايه الصحيح. اما نشيل الثقه ونحط مثلا الصدوق زي ما هيجي في المبحث ده هيبقى برضو إيه مش داخل حكاية المخالفة. فلذلك لابد من اشتراط حكاية نفي الشذوذ، وهيتكلم هو كده، أو اشتراط نفي النقاء عدم النكارة، والاثنين الشذوذ والنكارة على الراجح إن هم لابد فيهم من المخالفة. فكأنه يقول ما رواه ثقة عن ثقة، أو ثقة عن أو إسناد كل ثقات ما عدا راوي أو أكثر بمرتبة صدوق، دون أن يكون هناك مخالف
له كأن يرفع الحديث وغيره يوقفه، أو يوصل الحديث وغيره يرسله، أو يزيد راوي وغيره ينقص ذلك الراوي، كما هو شأن صور الإعلال اللي موجودة في كتب العلل. فلذلك تلاقي كلمة الثقة الشذوذ دي محطوطة، يعني كأنك لو شلتها وقلت ثقة عن ثقة متصلا من غير مخالف لراو من رواته في ذلك، طبعا هي تساوي الكلام ده كله. لكن لما ذكروا ثقة ونكارة وكده فتحوا علينا بيبان هي ما وصلتناش للتطبيق العملي اللي احنا اصلا واجعين دماغ نفسنا عشان نشوفه. بيقول لك اهو الشيخ: من ما علل ولا بنكر او شذوذ شمل، يعني ايه؟ ولم يكن فيه شذوذ ولا نكار. وبعدين بقى علق، قالوا له الله طب ايه دخل النكار هنا؟ قال لك والله ده احنا دخلناها او هو ادخلها بناء على ان هو يرى ان المنكر غير الشاذ، فالشاذ مخالفة ثقة والمنكر مخالفة ضعيف، ده الاصل في الاطلاق. لكن اللي يقرا منكم مثلا كتاب الاباطيل للجورقاني يلاقي ان هو لا يستعمل منكر سواء على اللي فيه كذاب، ويستعمل منكر على اللي فيه ثقة، ويستعمل منكر على اللي فيه ضعيف. فيطلع من كده ان التعريف ده ان المنكر مخالفة ثقة وان الشاذ مخالف المنكر مخالفة ضعيف لثقة والشاذ مخالفة من هو أوثق منه، يعني ان ده نوع من الأنواع التي جرى عليها الإطلاق. فإذا أطلق شذوذ ولا نكارة على غير ذلك فهو من باب الإطلاق الذي تحدد القرينة اللي استعمل فيها مقصود القائل. فأنت لم تقرأ الأباطيل دي تلاقي أن الإطلاق مش ماشي على الكلام ده، فتقول الله أمال إحنا قاعدين وواجعين دماغنا وكل قطر الشيخ جاء الشيخ ما جاش عشان خاطر تدونا كلمتين نيجي نطبقهم ما يمشوش. طب امال ليه كده؟ قال لك لا، هي مش يعني احنا لم نغش عليك البطاعة، ولكن انت رجل ظاهري او تتعجل النتيجة، او انك ليست لك قراءة خاصة تكمل ما نحن بصدده. فالقرينة هي التي تحدد المقصود باللفظ الذي ذكر في سياقها. ولا نتكلم هنا في التعريف عن اللفظة مع قرائنها، لا، احنا هنا بنعرف لفظة ما معهاش قرائن تانية تغير المراد. لو طلع قرينة في أسلوب أو في كلام عالم يبقى مش داخلة في التعريف ده. طب إيه اللي غيرها؟ اللي غيرها القرينة. فلما يقول هو فلان كذاب وهذا خبر منكر لأن فلان كذاب، خلاص يبقى فهمك إن هو لا يقصد المنكر اللي قالوا لك هنا في المصطلح. وايضا طبعا بقى اللي هو داخل في الصنعه جديد يقول لك ادي المتاخرين يا عم بوظوا الدنيا، المتقدمين عملوا كده وهم قالوا بس كده فضيق ما وسعوه. طبعا الناس كتير تجيب لي كده اقرا لي دول شوف الخيبه اللي انا خايبها. يا اخي ما ضيقش، انت اللي غشيم. يقول لك غشيم ازاي؟ ده فلان قال وانا ناقل عنه، تبص تلاقيه هو يسحب يعني ينقل من اللي هو فلان ده اللي فتح الفتحه دي وبعدين يرجع يرمي عليك انت. لا، احنا بنعرف هنا لا ضيقنا ولا وسعنا، احنا بنقول ده تعريف باحد الصور. يقول لك لا ما قالش هنا باحد الصور، لا مش هيقول كده.
إذا كنت مستني ما يقول يبقى روح، مش هيقول. هو عايزك أنت تكون إلى حد ما فاهم ومستعد إنك تزود معلوماتك لحد ما تبقى أنت وهو إيه على مساق واحد. لكن يقعدك ساعة ويطلعك إمام يا شيخ أحمد ما يجيش، ما يطلعش في ساعتين يطلع إمام ما يجيش. بقى كلمة يعني عايز يقول لماذا ذكرنا أن المنكر مع الشاذ. حضرتك اللي هو فخامتك لما تقرأ كتاب ابن الصلاح تلاقي أنه لا يفرق بين المنكر والشاذ. لو تقرأ المقدمة تلاقي أنه هو لا يجعل للمنكر نوع وللشاذ نوع، إنما هو يتكلم على واحد منهم ويدخل التاني فيه. طب ليه؟ قال لأن كل منهم بتبدأ قضيته من المخالفة. الأصل فيه المخالفة، وبعد كده لما نقتنع بوجود المخالفة إن حكمنا بالنكارة زي حكمنا بالشذوذ. يقول لك الله، طب ازاي اذا كان الحاكم بيقول هذا حديث صحيح الاسناد شاذ بمره؟ قال لك ده اطلاق خاص، والاطلاق الخاص ما يعكرش على القاعده العامه. القاعده العامه تفضل زي ما هي، والاطلاقات الخاصه تتحفظ عشان خاطر لما تيجي تقرا تراث الراجل ده تطبق عليه مصطلحاته هو بس. فيبقى معاك قاعدة عامة تندرج تحتها صور كثيرة، ومعاك واحد صاحب اصطلاح زي البغوي ما جاء عمل مشكات ما عمل مصابيح السنة. قال لك أنا كل اللي في السنن الأربعة هعمله حسن. يا راجل اتق الله، ده فيه في السنن دي ما هو مروي بنفس سند البخاري. قال لك والله انا اصطلحت على كده. نقول له طب خلاص احنا دلوقتي عرفنا ايه، ما نقدرش نملك ان نغير كتابك خلاص. وانا اقول لك انا ساعه عملت كده كانت الناس عاميه فعلا، في القرن الخامس كانت الناس بدات ايه تتدهدر شويه، فما حدش كان واقف يقنعه. الإمام الجويني اللي هو شيخ البيهقي لما بدأ يألف كتاب ويستعمل فيه مصطلحات المحدثين على غير وجه، راح البيهقي وقف له قال له انت شيخ وكل حاجة، لكن اللي انت هتعمله ده مش صح على منهج المحدثين. هتحط أحاديث امشي على اصطلاح المحدثين. فكان الجويني أفضل من تلميذه، مش قال له لا ده انا اللي معلمك. طبعا والله يا اخوان، والله هذه الكلمه حصلت من عالم فاضل لاستاذ كذلك فاضل في لجنه المناقشه. مش انا اللي معلمك التعيين يا واد، انت قاعد رئيس لجنه. طب ليه لازم تقول؟ فلذلك المصطلحات الخاصة تحفظ لأصحابها وتفهم كتبهم على أساسها، والمصطلح الخاص يفضل مكان ولا إشكال في ذلك. أنت أما تعمل كتاب اعمل لك مصطلحات انطراق، محدش يقول لك حاجة.